بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد هذا الدرس سيتناول ما يلي (ليكواسيون دو لا tangente أ لا كورب دون فونكسيون ديريفابل) باللغة العربية euh, (معادلة المماس) معادلة (المماس) للمنحنى لا المماس المعادله المعادله المنحنى هو لا معادله المماس للمنحنى المنحنى لداله لداله قابله للاشتقاق اذا اذا اردنا نتحدث عن معادله المماس بالنسبه لداله أو لمنحنى دالة فيجب أن تكون هذه الدالة قابلة للاشتقاق. إذا كيف نحدد هذه المعادلة؟ دونك لا فونكسيون دوات إيتر ديريفابل سوا فونكسيون إف إذا نعتبر إف دالة معرفة من R نحو R بحيث إكس صورته إف لإكس وهذه الدالة قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق. يعني اون فونكسيون ديريفابل اون فونكسيون ديريفابل اذا كانت اف قابله للاشتقاق فانها تقبل في نقطه معينه فانها تقبل مماسا وهذا المماس معادلته هي كما يلي معادله المماس تي نسميه تي مثلا هي إيكغريك يساوي إف بريم لأ عامل x ناقص a زائد f ل a هنا نحسب أو معادلة الممس في النقطة a ذو الإحداثيات a f ل a يعني النقطة التي أفصلها a و أرتبها f ل a Donc c'est l'équation de la tangente au point A أ A et d'ordonnée F de A. l'équation de la tangente est égale y facteur de x a plus f de a. إذن يجب أن تكون الدالة قابلة للإشتقاق لكي نستطيع أن نحسب f وبالتالي فإن y يساوي f x ناقص a زائد f de a هي معادلة المماس. بهذه الطريقة نحدد معادلة المماس. ولا تنسوا أن أن تنشروا هذا الفيديو لأصدقائكم ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة إذا كنتم جديدين على القناة ومرحبا بأسئلتكم واقتراحاتكم في, في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فيديو آخر إن شاء الله سنقوم بتمرين لتحديد معادلة مماس بالنسبة لمثال لدالة عددية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته